إذ إيه الفرق بين الست اللبنانية والست المصرية؟ هو بيان على المعلم أهو، إحنا قاعدين أهو يعني إحنا يعني مش يعني محتاجين يعني الست داخلة فرفوشة وأنا دانا وبترقص وبتاع وشفتي بدرية عملت فيها إيه؟ زغروطة على طول. راحت واحدة زغروطة أول ما دخلت وقالت لها ما تخشيش سخنة كده يا أختي وبتاع يعني الشافي أيوه الشافي كده. بصي أنا رأيي إن الست هي الست، الاختلافات بتبقى اختلافات مش جوهرية يعني، بتبقى يعني لها علاقة بقى بالتربية والنشأة لكن في النهاية الست ست يعني الست هتفضل ست، مصرية لبنانية أي جنسية ممكن تتخيليها هي في النهاية ست. لكن في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه الست التنظير الست المصرية زي ما احنا شايفين كده، ست الحرشة، ست الحقيقة، العسل، السكر، لمغزى ايدينا. عصام كريكة انت قاطع تذكرة للبنان بلا عودة طول الوقت انت هناك، فهنشوف بقى منحاز لمين، ست المصرية ست اللبنانية، ايه الفرق من وجهة نظرك؟ كل ست ليها ميزة يعني اللبنانية بتمتاز بحاجات والمصرية كمان بتمتاز بحاجات. طب قولينا ميزتين هنا وميزتين هنا. لا انا كذا ميزة حبيبتي. عايزة ميزتين بس هنا. قلتلك مش عارفة اتنين بس هنا. لا كتير. هنا عندنا كتير يعني، والمصرية مش كلهم بدرية ومش كلهم انتي ومش كلهم يعني ما صح؟ طبعا. لا واللبنانية يعني دي ليها ميزة ودي ليها ميزة بس. طيب مصرية جدعة برضو. طبعا انت دبلوماسي، انا اكتشفك النهاردة جدا، انا ما توقعتكش كده ابدا. هو كريكة نصير الست عموما يعني، هو نصير الست بشكل دائم يعني. عجباني روح الصداقة منكم جدا، مش عارفة ازنق حد فيكم.